أهم شيء في هذه المباراة حدث في الدقيقة 89. هدف واحد ووحيد أهدى الصفراء الحراشية بطاقة العبور للدور الثمن النهائي من منافسة الكأس. وبالعودة إلى أطوار اللقاء الذي دخله الاتحاد من أجل استرجاع الثقة ونغمة الانتصارات قبل بداية مرحلة العودة من البطولة. فيما الضيف مولودية بجاية الباحثة عن لعب كامل حظوظها. شهدنا شوطا أولا حاول فيه أصحاب الأرض فرض منطق لعبهم والدخول مباشرة في صلب الموضوع. فكانت هذه المحاولة بعد تمريرة عواد للعياطي. ثم بومشرى رضا لم يستغل جيدا الفرصة لافتتاح باب التسجيل. ليعود بعدها اللعب ذاته مرة أخرى بعد فتحة متقلة من حميدي. لكن هذه المرة الحارس طوال كان في المكان المناسب. رد البجوية كان بتسديدة المستقدم سليم بخنشوش التي لم تشكل خطرا على الحارس مويسي. والمرحلة الأولى كان فيها التفوق للدفاع على حساب الهجوم ومن كلا الجانبين. بداية الشطر الثاني من المباراة لم يختلف عن سابقه. استهله أصحاب الضيافة بتسديدة رضا بومشرى التي حركت الأنصار المساندة والمؤازرة لرفاقاء عواد. الدقائق تمر وضغط الاتحاد تواصل، لكن دائما ما وجد دفاعا صلبا يقظا أبطل مفعول كل المحاولات. لكن هجوميا الموب لم يقدم شيئا يذكر. هنا محاولة بن عبد الرحمن وجدت الحارس طوال منقذا الموقف وجارنا اللقاء إلى الوقت الإضافي. الشوط الأول منه لم يحمل جديدا عكس الثاني الذي استهله الاتحاد بمحاولة فقيح مضيعا فرصة تهديف. نعيش الدقيقة الرابعة من هذه المرحلة الثانية الإضافية. ركنية منفذة من البديل إسماعيل خرباش تجد رأس فارس بن عبد الرحمن الذي حرر الأنصار وأطلق العنان لحلم توهج الصفراء مرة أخرى. بينما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة سليم بخنشوش كاد أن يعدل النتيجة لولا تعاطف العارضة مع الحارس مويسي. وتأهل مستحق للاتحاد الحراشي فيما تفرغ الموب لتحسين وضعيته في البطولة.